الأخبار الحزينة اللي جاية لنا من جبروني الآن، وفاة والد ميدو جابر. والد ميدو جابر نجم النادي الأهلي توفى هنا في القاهرة، لكنه ميدو جابر موجود مع البعثة في بوتسوانا. الجهاز الإداري بيحاول الآن يلاقي له فرصة للعودة عشان يلحق بتشييع الجثمان. بنشاطر الكابتن ميدو جابر الأحزان في وفاة والده، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. والميدو جابر ولكل أسرته الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله.